معكم الأستاذة سلمى الغازي أستاذة الرياضيات. دونك اليوم كان أول يوم الدخول المدرسي للسنة 2023-2024. اليوم استقبلنا التلاميذ، دونك التلاميذ جاو فرحانين ونشطانين وباغيين يتعرفوا بعضياتهم وصحابهم. هذا النهار الأول كما كان هو كونساكري للتعارف بيناتنا، لا كوليك دي فورنيتور بيان سور ما كنبداوش في النهار الاول لان التلميذ كيكون يلا داخل من العطله، دونك كنلعبوا على الجانب النفسي ديال الطفل. نرحبوا به في النهار الاول، كنديروا لا كوليك دو فورنيتور كما قلت والتعارف بيناتنا، وكنديروا ميثاق القسم. دونك هذا الاسبوع الاول ما تنبداوش فيه المقرر الدراسي، تنبداو حتى الابخي. دونك لا سيمين الاولى كتبقى كونساكري غير للتعارف ولا دي رابي دي اكتيفيتي كوم سا باش يوالفوا التلاميذ. واخا كيف ما كنعرفوا انا كيف وكيف سبق وذكرتي انه التلميذ كيجي من العطله الصيفيه كيدخل ديريكت انه كيكون واحد التخوف، كاين التلاميذ اللي تيخاف من القسم كيخاف يدخل القسم، كيفاش كتوجدوا المعدات؟ دونك هاد النظره ما بقاتش عندنا، هذه كانت شحال هذه، اما دابا الوليدات ولاو كلهم فرحانين ولا غولاسيون ما بين الاستاذ والتلميذ ما بقاش ديك لا غولاسيون القديمه، ولا عندنا دي بيداغوجي جداد تنخدموا بهم. دونك حنايا كنلعبوا على هذا الجانب النفسي ديال الطفل، دونك خاصنا نكسبوا الطفل، خاصنا نستقبلوه بابتسامه، خاصنا نحببوه في المدرسه. كانت اليوم الانطلاقه الفعليه للسنه الدراسيه 2023 2024 وجينا هنا باش نديروا للتلامذ واحد المراجعه عامه لبعض المبادئ اللي اكتسبوها السنوات الماضيه، وباش نكتشفوا واش القسم كله متميز ولا كاين شي عناصر اللي عندهم بعض التعثرات، وكل واحد وطريقته الخاصه باش نمشيو به. وكنتمناو ان هذا العام يدوز كما خططنا ليه وكما احنا بغيناه يكون. وشكرا. كنرحبوا بكم معنا في المؤسسه. الحمد لله ولله الحمد، تم استقبال التلاميذ في احسن الظروف في الساعه 8 ونصف. الحمد لله اقسام كلهم جاوا التلاميذ بعد ما قضوا واحد عطله يعني جيده، وكنتمنوا لهم كذلك سنه موفقه ان شاء الله. هذا العام بدينا معاهم غنبداو معاهم ان شاء الله هذا الاسبوع بالدعم التربوي وتقويم المكتسبات القبليه، ونشوفوا ان شاء الله التعثرات اللي عند التلاميذ باش نحاولوا نستطيعوا اننا نعالجوها في الاسابيع المقبله ان شاء الله بحول الله. كنحاولوا نقربوا اولا التلاميذ منا ونقربوهم من الماده ونحببوهم كذلك في الماده وفي المدرسه باش يحيدوا ذاك. بالفعل كانوا واحد العطله اللي هي طويله، فكانوا عزوف على القراءه على الكتابه على هذا، فلهذا غنحاولوا ان شاء الله نحاولوا نقربوهم منا ونحاولوا نبسطوا لهم الامور باش نحببوهم بانهم كذلك يجيوا على احسن استعداد.